مشاهدينا مساء الخيرات ومساء الانوار، وخطوه دايما عزيزه جدا في بيت السفير عزيزه. يوم جديد النهارده مع حضراتكم. النهارده الويك اند بتاعنا او نهايه الاسبوع، ودايما حلقه نهايه الاسبوع بتكون حلقه كده مختلفه وممتعه. مش هنقول لكم ايه المفاجاه اللي معانا النهارده علشان تستنوا وتكونوا معانا في الجزء الثاني والاخير من حلقتنا النهارده، ولكن في البدايه مساء الانوار يا نهى. مساء الفل عليك يا جاسي، ومساء النور والهنا على كل مشاهدي قناه دي ام سي وكل متابعي برنامج السفيرة عزيزة. حلقة نهاية الأسبوع دايما بتكون حلقة ممتعة، لأن فعلا فعلا بتكون مليانة مفاجآت. وخلونا نبدأ بأخبارنا النهاردة. هنبدأ مع حضراتكم أول خبر معانا النهاردة. زي ما حضراتكم عارفين طبعا، يعني الدولة المصرية بتهتم جدا بكل شؤون الأسرة المصرية البسيطة، والدولة بتعمل على قدم وساق أنها تحسن مستوى معيشتهم. خلينا بس نوضح نقطة مهمة جدا. الدولة مش دورها فقط هي ان هي تقوم بهذه المبادرات، ولكن المجتمع المدني دوره مهم قوي قوي قوي، لان هو الذراع المساعد بشكل كبير جدا ان عجلة الاقتصاد تدور، وانه يقوم بدوره تجاه المجتمع ويوفر برضو هذه الحياة الكريمة للمواطنين المصريين كلهم. هنلاقي في مبادرات كتيرة جدا في مختلف محافظات الجمهورية. كل هذه المبادرات بتبقى تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهم الحقيقة بيكون ليهم دور كبير جدا تحت هذه المظلة. هنلاقي فيه بقى أكتر من جمعية مجتمع مدني بتساعد في تحسين المعيشة للمواطنين المصريين. خلينا نشوف فيديو عن مبادرات التمكين. جعلنا بالكارت حياة كريمة وجمعية الألماس والأستاذ أحمد أبو هاشم. رحت مقدم لمدة 10 أيام، جت جمعية الألماس عينت المكان وأعطوني الفلوس. ما كانش معايا إمكانيات إن أنا أشتغل، كنت شغال بس بسيط، كنت ضعيفة. من ساعة خدت الكارت كل مدى العملية بتتحسن معايا. أشكر السيدات كل أنتوا فتحتوا البلد وخلفوا الناس كلها اكلت عيش، الناس كلها اكلت عيش، اي واحد واخد جنيه منهم كل عيش. انا منى محمد ابراهيم من قريه الشغل مركز الفلس محافظه بني سويف. انا متزوجه وجوزي شغال باليوميه. كان قبل المشروع كان كيان بسيط، بس يعني ما فيهوش حاجات كتيره، فلما استلمت المشروع زودته وكبرته والحمد لله. مبادرة خير، هم على جد وعدهم، يعني جالوا ووعدونا ب 15 يدونا، ولسه برضه وعدينا ان هم يدونا منحه. حابه اشكر جمعيه الورمال ومؤسسه ابو هشيمه ومؤسسه حياه كريمه بالخير اللي عملوه للبلد كلها. وضع الحالي كان بسيط، أظن وقتي عطوا أمل لكل الناس، كل الناس تعمل مشاريع، كل الناس تزود الدخل. سمعت عنها في البلد وقدمت والحمد لله جاهم معايره بعد أسبوع. بعد أسبوع استلمت، بعد 10 أيام استلمت القرض وجبت طلبات للمكتبة وزودت المكتبة معايا، لأن كان طلبات أكثر منها. حالي كان من العملية الحمد لله بس على جد، بعد القرض زودت المكتبة وجبت طلبات ليها. كل شهر بسدد القرض، صباح وزنجبيل. على 20 شهر ب 15,000 قرض حسن. صراحه مشاريع قوميه ومشاريع فادت البلد، ان حياه كريمه لابو هشام الخير لجمعيه الورمان كلها، بصراحه مشاريع خيريه للناس وفادت الناس كتير بصراحه، يعني وفادت البلد عندنا بكتير، ان في ناس فقيره عندنا في البلد تستحق وهم عطوها، في ارامل وايتام وناس غلابه وكده، فهم بيساعدوهم. ما كانش مشاريع في ذبايح لحم كده، توزيعات، صراحه ناس محترم صراحه. اقول لهم كل اللي انتم بتعملوه كده ربنا يجزيكم بالخير للناس اللي انتم عملتوه معاه. سمعت ان هو في كروده تبع حياه كريمه ومؤسس الرمان وابو هشيمه، قدمت عليه وخلال اسبوع خدته. انا هرمه ومعايا 4 ايام، اعطاني 15 وعايزين 15 تانيه. ضبطت المشروع وكل الحمد لله ماشي تمام 100 100 الحمد لله. في الكورونا مشروع وعملوا يعني مشروع للناس تاكل منه عيش وتعيش ولادها.
شافوا الحاجه وعينوا ما شافوا الدكان وراحوا جابوا اعطوني الكارد على طول. يعني بيجي يبص علينا برده ويشوف الحاله ان هي شغاله، الموضوع شغال وحلو 100 100. اي حد ما يقدم بياخد من غير وسطاف وسط ترامبان. سمعت ان في قروض من جمعيه الهرمون وحياه كريمه ومؤسسه ابو عشيمه، فرحت قدمت وجم عيوني في خلال اسبوع وصرفت بالفعل نص المبلغ وباقي النص التاني، وعدوني ان اول ما نكبر المشروع هيدونا المبلغ التاني. وانا اديني كبرت زي ما انت شايف، جبت اليات ومعدات وبدات اصنع شغل. كانش عندي اي معدات من دي، كنت شغال يدوي فاختلفت معايا كتير جو طبعا، يعني وصلتني للاحسن والافضل، وبقدر اصنع حاليا في مكاني. كنت بطلع في الاول اشتغل المكن الكبير ومعدات الكبيره دي في اي مكن ورش كبيره بالفلوس، لكن حاليا بقى عندي كل المكن، اديني مكبر وبنسعى ان شاء الله نصلح حالي. انا قدمت بالورق وهم جم عيونه في خلال اسبوع، ما طولوش بامانه وصرفنا على طول. ليه انا اكتر من كذا صاحب وصديق قدموا معايا في نفس الطريقه وجم وساعدوا وكبروا مشاريع ومشيت والحمد لله وكل الخير. لا شكرا ربنا، يعني يكرمهم اكتر واكتر، بيساعدوا ناس كتير يعني، وبيساعدوا شباب كتير زينا بنحاول نسعى، ولكن الدنيا صعبه ديك شايف بيساعدوا، فدينا قدرنا نجيب على ايديهم ونشكرهم. يعني طول ما تحتيه مثلا المكان وشغال ومشروع بيكبر اكيد ده الافضل يعني. والله سمعت عنه هنا في البلد فقدمت عليه خلال اسبوع جو هنا عينه، والحمد لله ما جاب لي القرض. الحمد لله ان هو ساعدني ان انا اقدر ان انا اطور مشروعي شويه وازود. كان عندي المكنه دي ما كانش عندي غير دي ودي، فزودت المكنه دي كده وساعدني في ان انا اطور المحل بتاعي، حتى ساعدني في تطوير المعيشه نفسها مش تطوير المحل بس. فبصراحه اول ما قدمت ما حدش اتنين متاخر، الناس كلها جت وقدموا كل اللي في ايديهم بدعم الشاب ان هو حتى لو حياته المعيشه متعثره شويه ان هو يقدر يساعد نفسه ان هو يزود دخله ويزود المكنه يزود اي حاجه من شغله. يعني يحاول هو يطور نفسه فبيطور من الحياه برضه. وان هم بصوا النظر الريفيه كده والكره الريفيه، بص البصه دي هدول وحدها هم يشكروا عليها. احب اشكر التعارف الوطني وشركه جمعيه الهرمون وشركه مؤسسه الخير لابو هشيمه ومؤسسة حياة كريم. أحب أقول للشباب إن مش محتاجة معرفة ولا أي حاجة، ده الناس كلها قائمة على الخير، يعني الناس كلها بتسعى للخير بس لوجه الله، محدش مطلوب منه أي حاجة ولا بياخدوا منك أي حاجة، ولا بياخدوا منك فوائد على المشروع ولا أي حاجة زي كده، بيدوك ويدعموك من غير أي حاجة ومن غير أي محسوبية ومن غير أي واسطة ومن غير أي حاجة خالص، الناس كلها قائمة على فعل الخير بس. أحب أوجه كلمة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هو بص النظرة يعني بالرحمة للكرة الأرياف والوجه ابني عامة، يعني دي أحب أشكره عليها من جميع وجه ابني كله والناس اللي فيه كلهم، واللي هو ساعد لحياة كريمة وساعد الناس كلها تتطور والناس تعيش حياة آدمية. وأحب أشكر سيادة السيسي أوي أوي أوي. عرفت عن طريق واحد صح، وبعدين قدمت على الكارد وجبت الكارد. في ناس جت عينت وزارت وجو بص على المشروع وبص على كل حاجه، وده كان على قد الدخل برضه كان ضعيف وما كانش مكفي المصاريف ولا المعيش. وبعد كده الحمد لله قدرت اشغل ناس معايا وقدرت انزل بضاعه وقدرت اشتغل وقدرت افتح بيت ناس تانيه معايا. مبادره حلوه عشان بتشغل الشباب اللي هي العطلانه وبتشغل الناس. بشكرهم على اللي عملوه معايا وقدروا يقفوا جنبيا ويساعدوهم. بشكر التحالف الوطني ومؤسسة أحمد أبو هشيم وجمعية الأرماء وحياة كريم. بشكر فخامة الرئيس السيسي إن هو واقف جنب الشباب وبيساعد الشباب. والله هو حضرتك في القرية عندنا جمعية النور عرفتنا بجمعية الأرماء، وحضرتك هم عينوا المكان، وبعد 15 يوم كده الحمد لله أعطونا الكارد 15,000. استفدنا من القرض ده ان الواحد الحمد لله زود معدات، يعني جبت عندي هيلت وجبت الصاروخ وجبت لمبه بتاع نحاس لحام وجبت لمبه قطعيه الحمد لله. يعني فرقت معايا في الوقت والمجهود، يعني انت مثلا كنت بتعمل مثلا البوابه مثلا في اسبوع تعملها مثلا في 3 ايام، فتفرق معاك في المجهود والوقت، يعني تطلع انتاج احسن. هو اللي بيستحق الحاجه هم جماعه عرفونا بصراحه ربنا يعني، ورحنا هناك قابلنا سياده المحافظ واستاذ احمد ابو هشيمه
والحمد لله يعني هم جماعه قال لك ده اصحاب المشاريع يعني اللي كنا مثلا نبتدي مشروع فاحنا بنساعد الجماعه دول وبننمي يعني المشاريع. وحصل لحضره البلد ده ان هم اعطوا لكل واحد 15,000 والحمد لله كل واحد باع على حسب مشروعه ونمى مشروع. احنا نشكر التحالف الوطني جمعيه ابو هشيمه جمعيه الاورمان وحياه كريمه ان هم وقفوا معانا ووقفوا مع الشباب ويساعدوهم وينموا لهم مشاريعهم ويقلوا من البطاله في البلد. طبعا كلنا ملاحظين ان الفتره اللي فاتت ان الجو ابتدى يتحسن شويه خصوصا بالليل. الجو في الحقيقه كان ممتع جدا، يعني انا كنت الحقيقه مستمتعه بيه الى اقصى درجه، ولكن للاسف الصيف بيفكرنا بنفسه تاني بيقول لنا ايه انا لسه موجود لغايه دلوقتي. في اخبار من هيئه الارصاد الجويه بتقول ان النهارده بدايه موجه شديده الحراره، وللاسف ان الموجه دي هتستمر معانا لمده 72 ساعه، وان شده الحراره متوقع انها تكون يوم الخميس والجمعه اللي جايين. خلونا نعرف اكتر من منار غانم عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه ونعرف ايه اخبار الطقس. دكتوره منار مساء الخير. مساء الخير على حضرتك استاذه جاسمين واستاذه نهى وكل اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، دايما بنكون مبسوطين بس انا نفسي مره كده نكلمك ما يكونش فيه يا اما موجه حاره يا اما زعابيب يا اما عصير يا اما طمنينا كده. يعني سمعنا وقرينا ان بدءا من بكره، والحقيقه النهارده ابتدينا نحس من الصبح كده ان نسبه الرطوبه ابتدت تعلى، فبدءا من بكره اعتقد لغايه يوم السبت درجات الحراره هتطلع لغايه 40 مره ثانيه. ايه بقى يعني اخبار الموجه الحاره دي وهتستمر معانا لغايه امتى؟ هو بالفعل يمكن ابتداء من اليوم بدانا نشهد ارتفاع في درجات الحراره في معظم انحاء الجمهوريه، لان الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا كتل هوائيه صحراويه جايه من صحراء شبه الجزيره العربيه وايضا بعض المناطق بتاثر من الصحراء الغربيه، فالمناطق دي شديده الحراره فهتاثر علينا بارتفاع في درجات الحراره في معظم انحاء الجمهوريه. ذروه الارتفاعات يعني اليومين اللي هيكون فيهم اعلى درجات حراره هيكون غدا الخميس والجمعه ان شاء الله. العظمى على القاهره الكبرى هتوصل ل 39 درجه مئويه خلال فتره النهار. محافظات السواحل الشماليه توصل ل 36 درجه مئويه، حتى كمان جنوب الصعيد هتوصل ل 46 درجه مئويه في كافه المحافظات فيها ارتفاع في الحراره. لكن ما فيش نسب رطوبه عاليه، يعني الحمد لله نسب رطوبه اقل من الايام الماضيه لان الكتل جايه من المناطق الصحراويه، فاحنا 39 هنحسها 39 او ممكن 40 بالكثير لان نسب الرطوبه منخفضه في الجو، لكن الجو الشديد الحراره فتره النهار على معظم انحاء الجمهوريه. كمان الارتفاع هيكون فترات الليل لان فتره الليل الصغرى هترتفع عن الايام الماضيه وتبقى 28 و29 درجه مئويه، فبالتالي اجواء فتره الليل اجواء مائله للحراره في معظم انحاء الجمهوريه. بس زي ما ذكرنا الذروه هتبقى الخميس والجمعه، نيجي السبت تاني لسه مكملين في الارتفاع لكن هتبقى اقل من الجمعه بحوالي 3 درجات، يعني متوقع ان هي تكون ما بين 36 و37 درجه مئويه لحد يوم الاثنين، يعني الارتفاع هينتهي معانا يوم الاثنين القادم ان شاء الله، ان شاء الله لكن هيكون اقل من الذروه، ومع يوم الثلاث ان شاء الله تبدا بقى تدريجيا درجات الحراره تعود للمعدل الطبيعي. يمكن احنا في اثناء ارتفاع الحراره اعلى من المعدل بحوالي 4 لـ5 درجات. مع يوم الثلاث اللي هو منتصف الاسبوع القادم ان شاء الله تبدا درجات الحراره تعود بقى لل 34، وبالتقدم الايام اكتر ان شاء الله تنخفض ونرجع تاني لاجواء سبتمبر المعتاده اللي بقى فيها اعتدال في درجات الحراره بشكل كبير فتره النهار وفتره الليل. كمان غدا متوقعين يكون في بعض الاتربه العالقه في سماء القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ممكن تؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه خلال فتره النهار. نشاط الرياح اللي بيبقى موجود معانا في مناطق محدوده من الجمهوريه ممكن يكون مثير لبعض الرمال والاتربه في سواحلنا الشماليه الغربيه، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير بقدر الامكان نتجنب اشعه الشمس فترات الظهيره خاصه الخميس في الجمعه اللي هي فتره الذروه. بلاش افتح اشعه الشمس لفترات طويله، لو انا موجود في الشارع يكون معايا اي حاجه تحجب اشعه الشمس شمسيه او كاب. نتناول طبعا قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، جزء الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم، والفتره دي تحديدا هي فتره انتقاليه ما بين الصيف والخريف بنلاقي فيها تغير في حاله الجو من يوم للتاني، فمهم جدا ان احنا نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه. يعني نقدر نقول ان دي اخر الموجات الحاره اللي ممكن تكون موجوده الصيف ده، ولا في متوقع ان يكون في موجه حاره ثانيه؟ هو طبعا رسميا فصل الصيف هينتهي 22 سبتمبر، فاحنا الى انتهاء فصل الصيف وارد بعض الايام يكون فيها ارتفاع في الحراره
لكن على الاقل احنا يعني ان شاء الله الانخفاضات اللي هتيجي مع يوم الثلاثاء المقبل ان شاء الله تستمر معانا على مدار اسبوع، فنقدر نقول هي اخر موجه، بس ممكن يبقى في بعض الايام فيها ارتفاعات طفيفه عن المعدل، لان المعدل الشهري في شهر 9 بدايته بيبقى 33 درجه مئويه، فممكن تبقى بعض الايام اعلى من المعدل درجه درجتين، لكن في مجمله ان شاء الله تكون درجات الحراره الطف من الايام اللي احنا بنعيشها او ارتفاع درجات الحراره خلال هذه الايام ان شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. ومن الارصاد ضيفتنا اللي منورانا النهارده في بيت السفير عزيزه حاله مختلفه وخاصه جدا، لانها فنانه شامله زي ما بيقولوا، بتالف وبتلحن وبتغني وبتمثل، يعني بتعرف تعمل حاجات كتيره جدا مره واحده. واهم من ده كله عندها كاريزما، يعني عندها حضور كده، اول ما تتفرجوا عليها تحسوا بوجودها. هي بتعتبر من نجوم السوشيال ميديا، وبقى ليها قاعده كبيره جدا من الجمهور، زي بالظبط على فكره جمهور المسرح والسينما. والسوشيال ميديا اللي اصبحت في الحقيقه مؤخرا بوابه لمرور كتير من النجوم لعالم الفن. ضيفتنا النهارده بتعتبر واحده من النجوم اللي قدرت ان هي تخش قلوب ناس كتير بسرعه، لان هي بتقدم حاجه بمنتهى العفويه، وبتقدم نوع من الفن اللي بيشبه حياتنا اليوميه او المواقف اللي كلنا ممكن نتعرض ليها ونعيشها بشكل يومي. غير ان بقى النوع الموسيقى اللي هي بتقدمه كمان مختلف، فاتعودنا ان احنا نسمعه من ناس تانية، ولكن ممكن نكون بطريقتها هي يدخل قلوبنا، وبطريقتنا بطريقتها هي معانا بشكل عفوي وسلس. النهارده هي معانا وهتقدم لكم مجموعه من الاغنيات اللي هي اشتهرت من خلالها على السوشيال ميديا، ومنورانا في بيت السفير عزيزه الفنانه يسرى الجندي. اهلا بيكي يا يسرى. ايه الانترو اللي يعني ده حقيقي على فكره. انت حضورك طاغي، يعني بغض النظر بقى عن كل المواهب اللي عندك دي، عندك حضور حلو. ثانك يو سو ماتش والله، يعني لا بجد هي قالت الحقيقه. على الانترودكشن الرهيب ده. هي فعلا قالت الحقيقه. وتعالي بقى ايه نبتدي معاكي كده من الاول، ايه موضوع طاغ دي؟ طاغ كان الباند بتاعي زمان من 3 سنين، هو خلص، كان انا وعز، وده كان فيه مجموعه من اغاني زي كول ميزيكو، لا يا بهيره، ليا باكينام، ابو جلامبو البحر. النهارده اغني حاجتين منهم كده سنيبتس يعني. وبس. طب وليه خلصت؟ يعني باند كانت فقره لذيذه، وزي اي حاجه تانية بيبقى ليها بدايه ونهايه، بس كانت فقره جميله، وكنت بكتب انا الاغاني وبلحنها، وكان عايز بيعمل مزيكا هو وجمال فهيم في الاول. وكنا بننزل بقى تورز وحفلات وحاجات كانت لذيذه قوي. بتختاري الكلمات بتاعت الاغنيات بتاعتك ازاي والالحان؟ يعني اللي بيسمعك ويتفرج عليك هيلاقي ان انت مش تيبكال مصري، مش تيبكال عربي، في تويست كده غربي. كلام شوارع. لا غير كلام الشوارع اللي هو لا العادي بتاعنا ده، عارفه السلانج، لكن لا في تويست غربي كده في نوعيه الموسيقى. هي قريبه من شخصيتي شويه، يعني انا كده في الحقيقه، مش نفس كلام الاغنيه يعني. الاداء شويه قريب من طريقه كلامي العاديه، يعني انا بتكلم كده، وكانت دراستي كلها بالانجلش، بس تفكيري كله عربي اللي هو بتاع الكشك. اللي يشوف شكلك عارف يقول ما يركزش. الشكل ده مش هيطلع الكلام ده. طب انت اللي كاتبه معظم الاغاني بتاعتك ولا حد؟ انا كاتباها الحمد لله سو فار كلها. يعني اغنيه مثلا البنت، مين البنت دي؟ مين البنت دي؟ ده. هل انت تعرضتي للموقف ده عشان كده غنيتي الاغنيه دي؟ او حد من اصحابك مثلا؟ معظم المواقف اللي في الاغاني بتبقى حاجه يا اما شفتها، يا اما عن اصحابي وهم ما يعرفوش، يا اما عن حاجه عشتها يعني. مين البنت دي؟ في مكالمة حصلت في الحمام ما بين البنتين، لما هي شكت في صاحبها انه بيبص لحد او جوزها. المكالمة بتاعت البنت لصاحبتها في التليفون دي بتحصل. ده حقيقي، كلنا سمعنا المكالمة دي. لو انت مش فاهمة حصل ايه، بس هما طبعا الاداء انا بتريق يعني. على ستايل الناس دي اللي هي معظم اصحابي. او لا مش معظمهم طبعا، يعني ناس كتيره بتتكلم كده بالطريقه دي.
طب دي مش زينا، دي حتى عملت بالونه باللبان. مش زينا خلاص، في طريقه كلام كده. ادائك التمثيلي ده بقى بتجيبيه من فين؟ لا لا، انت صغيره يعني بتؤدي وبتحبي مثلا تقلدي الممثلين، تعملي سكتشات في البيت او كده؟ لا يعني مش الموهبه دي تفجرت ازاي؟ هو انا من زمان بغني وبابايا جاب لي جيتار من وانا 9 سنين. طبعا ظهر وتركن كتير الجيتار أكيد. لغايه لما اتعرضت لحاجه رخمه في الجامعه اللي هي خناقه. فالخناقه عشان اعرف اطلع اللي جوايا فالفت اغنيه. اوكي. بس فالاغنيه دي بقى هي اللي خلتني اكمل يعني يعني اي فيلت بيتر كده، زي ما اكون طلعت السلبيه. أيوة. بس طلعت اغنيه لذيذه قوي، لقيت اصحابي حفظوها وفاكراها. بس يعني ما اعتقدش نغني دي. طب لا، انا بسالك تحديدا على الاداء التمثيلي. انت عندك اداء تمثيلي كانك مولوده بتمثلي مثلا على المسرح. ايه ده؟ وبطبيعيه يعني. ثانك يو. انا متهيألي موهبه ربانيه، بحاول اعبر عن الكلام. بس انا خدت ورشه تمثيل. اوكي. مع مروه جبريل واحمد الزغبي، خدت 2. انا اصلا دخلتها عشان بتكسف في الكلام، ما بتكسفش وانا بغني بس بتكسف في الكلام، فدخلت عشان اكسر الكسوف. وبعدين حبيتها وقلت اصحابي دايما والناس حواليا بيقولوا لي امثل، يعني ان كيس في تمثيل اي وود لايك تو. بس يبقى احتياطي يعني. يبقى معانا. إيه؟ انا جاهزه على مش فكره. بالظبط كده. بس طيب انت لما بتعملي الاغنيه بتاعتك وبتمثليها وبتؤديها وكده، بتبقي متوقعه انها تبقى ترند وان الناس تحبها وانها تنجح؟ لا، بس ببقى يعني نفسي طبعا تنجح والناس تحبها. بس ببقى راضي عنها قوي، يعني ببقى حاساها وراضي عنها، فمش متضايقه حتى لو ما عملتش حاجه. في الاخر انا كنت مبسوطه وانا بعملها ومقتنعه بيها. فطبعا تبقى حلوه لو بقت ترند، عشان احساس حلو قوي. هل حاجه كنت حاسه ان هي قويه وحلوه وكنت متوقعه ان هي تنجح بس ما لمستش قوي، ما نجحتش النجاح اللي انت كنت متوقعاه او تتمنيه؟ اكيد في حاجات هي بتبقى بوست بقى على السوشيال ميديا ببقى حاسه ان هي جامده قوي. بس بتعدي عادي جدا. وفي حاجات زي بكلمك مش بترد. انا بالنسبه لي الدنيا. دي كانت هايله عاديه قوي. يعني وكمان اخذت 10 دقايق دي متهيألي اكتر حاجه عملت فيورشيب او مشاهده عندك. ملايين صح؟ يعني انا اي كانت كيب تراك اوف الفيوز، وانا ما كنتش فاهمه ليه، عشان دي اقل حاجه تعبت فيها يا جماعه. لا بتهزري؟ ايوه. انت كتبتيها بتقولي في 10 دقايق؟ يعني الموضوع كان، وكمان هي مش لايقه على بعض، يعني هي مشغول طب ما تقول الباقي بقى ما فيش وزن وكده. طب ايه يا جماعه؟ يعني اشمعنى دي؟ في حاجات بقى بتاخد وقت وتفكير. اعتقد كانت في فتره الكورونا، فتره الكوفيد صح؟ كلنا متلخبطين كده، فيمكن كانت ماشيه في نفس الجو اللخبطه ده. هي كانت سيمبل قوي، وكانت اول تجربه ليا ان انا اعمل المزيكا بقى كمان. يعني وكان معايا محمد مكاوي. احنا اصلا يعني هو ما كانش عارف ولا انا كنت عارفه ان انا هكتب اغنيه. هو كنا قاعدين مع بعض باللابتوب والحاجه بتاعتي. وهو كان عنده ميتنج 10 دقائق. فقال لي معلش 10 دقائق وهاجي لك على طول. دخل وخرج لقيتي كتبت. بس كتبتها وعملت المزيكا لما روحت، وفي يوميها كنا نزلناها. طب ايه رايك انه هنسمع حاجه؟ انا شايفه كده، بس لا احنا عايزين كمان نتفرج. هي الجامعه الالمانيه ما كانتش تنبئ ان انت هتتجهي هذا الاتجاه. ايه اللي خلاكي يعني مش عايزه اقول تحترفيه ولكن تركزي فيه بالشكل ده؟ انا اول ما اتخرجت من بزنس انوفيشن. حلو. كنت عايزه اكون مديره شركه معينه بتاعت مشروب. ما اعتقدش المفروض اقول اسمه عشان ما يبقاش على الفاضي. بس اشمعنى اخترتي شركه عشان معينه؟ عشان بشرب المشروب ده، هو حاجه في السوبر ماركت. فقلت انا هبقى ايه يعني عايزاه متاح بزياده. وتفكير اروح اشتغل معاهم. لا هبقى الجي ام كمان على طول. يعني اشتغلي مديره الاول. عملت كده يعني، ما روحتش طبعا الشركه دي، ما عرفتش اوصل. بس روحت الشركه يعني بتوصل، يعني قعدت كده شويه لغايه لما تعبت صحيا. حاجه في المناعه كبيره قوي. وهنا بقى لما تعبت اخدت بالي قد ايه انا ما بحبش شغلي وان انا بعمله وخلاص.
عشان يبقى اسمك بتشتغلي وخلاص. في شركه بقى يعني الكلام شغل اداري بقى وكده اكتر. شركه محترمه بقى، حاجه ابداعيه اوصل لايه. ده طبعا اللي كل حد عايزه، بالذات الاهل. الاهل طبعا. وانا عندي اللي هو هاتي الشهاده وبعد كده اعملي اللي انت عايزاه، اكبري ومدير اشتغلي جربي وحاجات كده. بس انا ما كنتش مبسوطه خالص، وحاسه ان في كرياتيفيتي ميته، وبروح بنام بصحى تاني يوم اعمل ارقام بقى. حاجه مش فاهمها خالص، بس يعني عدت على خير الحمد لله. بس فلما تعبت دي كانت اللحظه لما خدتي فيها القرار ده. سبت الشغل من غير ما اسمع بقى اراء اي حد ان ده قرار غلط. انت اللي خدتي القرار لوحدك. اشتريت حاجات مزيكا وابتديتي تشتغلي في المزيكا بقى. يعني ابتديت اتعلم بقى مزيكا، وحصل الباند وقتها طخ، ومكمله من هناك بقى. حلو قوي. طيب احنا طبعا مش هنسيبك في حالك وهنخليكي تغني لنا، ولكن هنخرج لفاصل ونرجع نكمل مع الفنانه يسرى الجندي بعد الفاصل. خرجت مع اصحابها وشافت واد حلو بعيد، سالت صحابها ده مين؟ قالوا لها مش عارفين. قالت اوكي، سابتهم واتمشت لي وقعت الليب جلاس وطح وطلع بيه. Thank you for your sincerity. قال لها what is your nationality. قالت له excuse me, I don't understand what you're saying to me. دلوقتي شكله هيمشي اصله ما فهمش. قالت له wait hold on. بقول لك ايه، دخل عليها وقال my name زكريا call me Zico Zico Egyptian businessman بلت 90 فدان وعربيتي بورش كيان بشغل تكييف تعبير وشها مبهور بالفن. طلعت الايفون عندك واتس تويتر فيس وانستغرام. طلعت عند الفام سألها موبايلك كام، ردت بموت في شعر الزيرو. يا نهاري ساعة 12 شكلك زي الهيرو، سنك 27 ده احنا باخر شهر 11 يا قمر 14 افتكر وانت مروح اخرها 2 وبموت في الشعر الزيرو. يا نهار الساعة 12 شكلك زي الهيرو، سنك 27 ده احنا باخر شهر 11 يا قمر 14 افتكر وانت مروح اخرها 2. طب ليه يا باقي نعم؟ ليه يا باقي نعم؟ دي هند قاعده في حلها عكننتي انتي بالها. ليه يا باقي نعم؟ ليه يا باقي نعم؟ ليه يا باقي نعم؟ ليه يا باقي نعم؟ اشمعنى باقي نعم؟ ده انا مدخله اغنيتين على بعض. ودي اغنيه اسمها ليه يا باقي نعم، واحده ثانيه اسمها كول مي زيكو. انت عادة بتعملي كده؟ لا خالص يعني. أوكي. بس حصل كده. توست كريمينا النهارده. يعني ميكس كده، كومبو ميكس. بترتجي ولا بتبقى بتلتزمي بكلمات الاغنيه؟ ساعات بنسى فبرتجل، وساعات بنسى فبنفض للحته دي وبخش اللي بعديها. ولو اون ستيج ونسيت بخلي الناس هي اللي تغني. فكره حلوه ذكيه. جدا طبعا. طب ايه حكايه الناموسه وباقي نعم وبهيره والناس دي كلها؟ جت منين؟ من الحاجات اللي بتحصل. الناموسه كانت اغنيه للناموسه. يعني كنت في الوداع. كانت الناموسه مجنناك. فهي الاغنيه طلعت على الناموسه وهديت بعديها. بهيره دي نوع بنت معينه بتخوف الولاد. يعني موجوده كتير، اللي هي من كتر ما هي عايزه تتجوز فدخلتها على الولد يطلع يجري. فهي بتشرح بالتفاصيل بقى ادائها وهو بقى. طب احكي لنا على كازانوفا. كازانوفا عملتيها مع النجم محمد رمضان صح؟ احكي لنا
كواليس ازاي اصلا انت اللي عرضتي عليه ويعني ازاي؟ لا انا كنت قاعده في حالي في الساحل وهو كلمني وانا افتكرتها اشتغاله في الاول. انت اصلا تعرفيه ولا لا؟ انا لقيت نمره حلوه رديتي وانا في العادي ما بردش بس حسيت النمره حلوه قوي فقلت يا رد. وكنت متضايقه وقتها يوميها قوي فكان حتى صوتي رخم يعني وانا برد كده. فهو قال لي انا محمد رمضان. حسيت ان هو حد من اصحابي بيشتغلني عشان في هزار معين كده بيحصل اللي هو فانا رحت قايله انا هقفل حالا يعني. فبعدين قال لي لا انا هو بجد. قلت ايه ده؟ ده صوتك. لا يكون. بس وطلع فعلا هو وقال لي انا عايزك معايا في اغنيه. ورحت معاه الحفله وات واز ريلي نايس. هو شخص بقى جميل جدا في الحقيقه وداون تو ايرث قوي ومتواضع فعلا. فحبيته جدا وحبيت شغله معايا قوي. والاغنيه كانت اغنيه فرفوشه لذيذه. ايوه. اديتيها ازاي؟ قال لك مثلا هو وجهك؟ هو الصراحه سابني يعني. هو قال لي بصي يعني كان عايزني ابقى نفسي قوي في الحته بتاعتي. وانا اتبسطت قوي عشان طب يلا غني لنا جزء منها. ايه ده ايه ده؟ يلا. لا لا ليه؟ لا عشان ما فيش. طب غني لنا حاجه انت محضراها. حاجه انت بتحبيها. طيب حاجه انت بتحبيها. ماشي. You don't love me anymore, you don't love me, you changed. هدشن أورتي كبيرة. هدشن أورتي كبيرة. هو أنت شايفني تخينة؟ لا يكونش عاجبك قصة شعري. ما يكونش عاجبك قصة شعري. ما يكونش عاجبك قصة شعري. They even think I look like Miley. They even think I look like Miley. Ask around. هو ده عشان شعري مش اصفر ولا عشان مونوكيري الاحمر قشر. قولي ما تقولي يا هشام. هو ده عشان شعري مش اصفر ولا عشان مونوكيري الاحمر قشر. قولي ما تقولي يا هشام. بهيرة بقى بهيرة. مش كده يا بهيرة. بالراحة يا بهيرة. بيخافوا يا بهيرة. لا يا بهيرة. مش كده يا بهيرة. بالراحة يا بهيرة. بيخافوا يا بهيرة. بعتت لصاحبتها مين الواد المز ده أرجوكي عرفيني عليه. صاحبتها قالت جايز ما عرفتكمش سمير this is my friend. اسمك ايه؟ أنا بهيرة. You can call me Behi with the big fabby cause I want a big wedding for you and me. أنا أصلاً wedding planner وأصحابي بتوع مكياج. جوار مطربين ممكن يقولنا ببلاش. أنا عندي فستان فرح وجاهز في الدولاب ومجهزة أسعار قاعات كل البلاش. دار الدفاع الجوي. دار المدرعات. عايز دار المشاة. ياللي شاغل يا سمسم هيبقى الهاني مون سون. يا سمسم يا هيبقى الهاني مون. لا 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 يا بهيرة. مش كده يا بهيرة. بالراحة يا بهيرة. بيخافوا يا بهيرة. لا يا بهيرة. مش كده يا بهيرة. بالراحة يا بهيرة. بيخافوا يا بابا. بابا موت في شعر الزيرو. يا نهار الساعة 12 شكلك زي الهيرو. سنك 27 احنا بآخر شهر 11 يا قمر 14 افتكر وانت مروح اخرها 2. طب ليه 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 يا باكي نعم. ليه 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 يا باكي نعم. دي هند قاعدة في حالها اكننتي انتي بالها. ليه 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 يا باكي نعم. ليه باكي نعم. يسرى بقى هتعمل لنا قرارة ان هي تعمل لنا سوشي. واضح انك انت مش شاطره قوي في المطبخ. ليه 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 يعني ليه؟ اوه ده انتوا هتشوفوا. ده انا كده يعني ايه مستنيه هاكل صوابع يا جامده.
هاكل صوابعي ورا الاكل صح؟ اه بس هتعمليه معايا. هعمله معاك. اوكي يلا انا السو شيف بتاعك. أوكي. او مساعده الطباخ بتاعتك ان شاء الله. ما يجلناش تسمم النهارده. اتمنى كده. ثانيه نحضر بس. يلا بينا. اوكي طب الموضوع ده بسيط قوي. ايه بقى هنعمل؟ ايه هنعمل؟ سوشي فولد. حلو قوي. اوكي ده عباره عن ايه؟ ده زي السوشي اللي بناكله في المحلات. اه يعني؟ بس بالعربي كده ساندوتش سوشي. أوكي. اوكي ماشي شغال. نجيب الرز الاول ولا عايزه؟ احنا طبعا رز مسلوق. سلقنا ومعجن كده سنه يعني مش معجن قوي طبعا بس اللي هو بتاع السوشي ده. اوكي اوكي هناخد. مش معجن قوي بس اوكي يعني. الحته دي احنا قصيناها بالمقص يعني او بايدي عشان ما كانش او باي حاجه بس بنعمل كده فاصل في السي ويد. اوكي عشان نستعد للفولد بتاعنا اللي هو الساندوتش يعني. هنحط في اول قطع الرز. يلا قولي لي احط الرز قد ايه؟ شويه كده. حاضر اديني بسمع الكلام اما نشوف كده وما نشوف بقى كمان هتعمل. لا في المربع ال انا اسفه وانا لو سمحتي انا اسفه عشان السوشي فولد. حاسه اني حطيت رز كتير ممكن اقلل. لا شوية. لا شغال شغال. طيب يا جماعه اهي بتحط لنا بتعمل لنا دلوقتي الساندويتش السوشي اللي احنا بندفع فيه فلوس كتير لما بنشتريه. فدي طريقه المفروض انها اقتصاديه ناكل بيها السوشي. ها اوكي فاحنا حطينا في المربع الاول. ايوه الرز المسلوق بتاعنا. بس ثانيه بحاول بس عشان نخلي تظبطيه. الشكل يبقى حلو. اوكي مش ما بتحطيش اكتر شويه؟ هنبدا بالده عشان لسه هنقفله. اوكي وعندنا 3 مور سكشنز. يبقى ايه ثلاث اماكن خاليه؟ يعني احنا قسمناها الى اربع مربعات. بالظبط اربع مربعات. كل مربع هنختار شويه حاجات يعني ممكن نحط هنا مثلا خيار. شويه خيار. حلو. وبعدين شويه جزر. إيه؟ ممكن بقى اوكي في نفس المربع فوقيه؟ لا في واحد تاني. مربع تاني. بصي انا عجباني قوي الدقه اللي انت بتشتغلي بيها. يعني عارفه تحسي انها ايه؟ انا كسوشي شيف يعني بحب الحاجه بطريقه معينه. اوكي وبعدين؟ ممكن شريمبس بقى. اوكي طب ده جمبري صغير مسلوق. اهو. وعلى فكره ممكن نعملها كلها خضروات يعني من غير ممكن مثلا أي جمبري. طبعا يعني لو مفيش الحاجات دي في البيت ممكن اصلا باي حاجه موجوده في انا ممكن احط جبنه عادي. اهو اه كنت لسه هقول لك في ناس بتحط الشيبسي. بجد اي حاجه بس في الاخر ده هيتاكل. فانتوا بتحبوا يعني اي بواقي اكل ممكن تتحط. طب بس انا عايزه اسال جيسي سؤال. هتجربي ولا هتخافي؟ هجرب. انا بعشق السوشي بحبه جدا بس انا بحبه خضار يعني ما بحبوش بقى ولا بسماك ولا جمبري ولا اي حاجه. بيسك. وبعدين عندنا هنا سمك السمن. يعني دي بقى ابتكاره ممكن ناخدها كده نحطها في النص فوق الرز. فوق الرز. اوكي سبريدت كده عشان احنا لسه هنطبقها. حلو قوي. يبقى كده دي كل المكونات بتاعتنا حطيناها فوق السي ويد اللي هو الورق اللي بيستخدم في السوشي. التطبيقه بقى دي هي السر. احنا ندعي مع بعض كده. يا رب ما نتسمم. يا رب يا رب تتطبق ويبقى شكلها حلو يا رب. انا في مرحله التطبيق انا مش خايفه من التسمم لسه. طيب الحمد لله. هنعمل ايه بقى؟ هنروح قافشين اول سيكشن ده. ايوه ونروح بسرعه كده قافلين على اوكي عجبني عصر السرعه ده. ما هي ايه ونروح دايسين نتكي عليها علشان يلزقوا في بعض. تتبطط ونخش تاني وايه باسرع اداء عندنا. اوكي تمام. لغايه دلوقتي دي وصفه سهله. دي وصفه هايله وسهله التنفيذ. على خير لغايه دلوقتي. يا رب اخر جزء يعدي على خير يا رب. برافو. هناكله ازاي بقى؟ زي ساندوتش ولا ايه؟ بصوا يا جماعه بقى. بصوا يا جماعه لو سمحتوا ركزوا معايا. حاضر. في اتقطعت بس احنا معلش كاننا مش واخدين بالنا ان هي ما اتقطعتش. طيب هنركز مركزين اهو. بصي اهي خلينا هنا عشان يمكن كده شكلها احلى شويه. كده ألزز. هي طبعا وهي مش مقطوعه بتبقى يعني شكلها احلى. عامله زي اللازانيا. عيني انت مش بتلفيها. مش لا ده مش رول. لا ده زي ساندوتش. اوكي بصي يا جماعه من اللي انا شفته اوكي قبل كده. لكن هي نفس الفكره ان انا بجرب عليه. لا ايه اللي هيحصل؟ ان احنا هنلفها عشان نعرف نقطعها. ما المنظر ده ما يتقطعش بسهوله.
ونقفل على معانا مفاجاه ليكي على فكره يا يسرى دلوقتي. بس هي للاسف ان معانا يارا جندي، بس للاسف ان احنا معانا كمان 30 ثانيه بس. يلا سريعا يارا. هاي يا مساء الفل. مساء الانوار. مساء النور عليكي. مفتقدينك معانا هنا النهارده. ده اختي شايفه اللي بيحصل دلوقتي. بتتفرجي على يسرى ولا لا؟ تهزقني. تتفرجي على يسرى يا يارا؟ ايه صوتها فين؟ صوتها مش معانا. ربنا ستر. ضاقت طيب من ايدك يا يسرى؟ يعني ايوه ايوه يا يارا معلش يا جماعه انا جايه في الطريق ليكم على المدينه، ففي حته كده الناس بتقطع. ولا يهمك. يعني انت مش بتتفرجي علينا دلوقتي يسرى. عملت لنا طبخه، عملت لنا ساندويتش سوشي. ده حالا بيحصل يا يارا. انت والله انتوا صعبانين عليا والله. ليه؟ طب قولي لنا اكتر حاجه حلوه بتاكليها من ايديها ايه؟ بتقول لك ولا ياسرها معايا كوبايه شاي. يا بنتي احنا دلوقتي ماسكين جنين سوشي دلوقتي وبنحاول نقطعه بالسكينه، فلو سمحتي قولي كلام حلو على طبيخي. الناس سامعانا؟ احنا عموما يعني هنحاول نجرب ده، اتمنى انه يطلع حلو. يا رب نشكرك شكرا جزيلا، مستنيينك مره تكوني معانا هنا. يسرى هندوق وانا شكله كده مغري صراحه. طبعا من شكرا شكرا شكرا. نورت. ايه ده؟ كملي كملي ثانيه واحده بس عشان ده لو كده يبقى باي باي. ده يتقطع يا جماعه. باي باي.